تولى الرئيس جمال عبد الناصر حكم مصر رسميا في عام 1956، وخلال فترة حكمه واللي امتدت لعام 1970 عاصر أربع رؤساء للولايات المتحدة الأمريكية: آيزنهاور، جون كينيدي، ليندون جونسون، ونيكسون. كانت علاقة الرئيس جمال عبد الناصر بالولايات المتحدة ورؤسائها عبارة عن علاقة معقدة مد وجزر، بدأت بدعم البيت الأبيض للثورة وانتهت بانحياز أمريكا الشامل لإسرائيل ضد العرب جميعا وعلى رأسهم مصر بعد نكسة يونيو 67. في عام 1952 وبعد قيام حركة الضباط الأحرار ساند الرئيس الأمريكي ترومان الحركة ودعمها. في عام 1953 تولى الرئيس آيزنهاور الحكم، وكانت الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي في ذروتها، فبدأ آيزنهاور في الضغط على عبد الناصر لقبول انضمام مصر لحلف بغداد لمواجهة الاتحاد السوفيتي، لكن الرئيس عبد الناصر رفض مبدأ التحالف مع الغرب لأنه هيكون نوع من الاستعمار الجديد، فكان الرد من أمريكا برفض إمداد مصر بالسلاح، فاتجه الرئيس عبد الناصر للاتحاد السوفيتي لشراء السلاح واللي رحب على الفور، فقامت أمريكا بسحب تمويل بناء السد العالي، فقرر عبد الناصر تأميم قناة السويس، الأمر اللي بسببه وحصلت حرب العدوان الثلاثي عام 1956. فقامت أمريكا بجهاض العدوان الثلاثي ليس حبا في عبد الناصر، لكن لأسباب عديدة أهمها رغبة من أمريكا في إضعاف النفوذ البريطاني والفرنسي في المنطقة، لأنهم أصبحوا من بقايا العالم الاستعماري وأصبح نفوذهم إلى زوال. كمان أراد الرئيس آيزنهاور تحقيق أهداف العدوان لكن بصورة سلمية دون أي مرونة سياسية مع نظام عبد الناصر. في عام 1959 ومع بوادر الأزمة بين عبد الناصر وخراشوف، أرسل آيزنهاور مبعوث للرئيس عبد الناصر لمحاولة تقريب وجهات النظر، فوجد عبد الناصر غاضب من موقف أمريكا بسبب أزمة احتلال لبنان والأردن، وأكد ناصر لمبعوث آيزنهاور أن بالنسبة له ستظل إسرائيل هي لب المشكلة في علاقة الولايات المتحدة مع العالم العربي. في عام 1960 سافر عبد الناصر لأمريكا لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم لقاء بين آيزنهاور والرئيس عبد الناصر، وتم طرح نقاط الخلاف بين مصر والولايات المتحدة، وكان على رأسهم استخدام أمريكا لقوات الأمم المتحدة في التدخل في الكونغو ضد لومومبا. وفي أمريكا ما كانش عبد الناصر بيغادر البيت المقيم فيه، وفرض على نفسه عزلة لأنه اعتبر نفسه زائر للأمم المتحدة وليس أمريكا. بعد رجوع عبد الناصر من الولايات المتحدة وفي 23 ديسمبر عام 1960 في خطابه في بورسعيد قال انه بيشعر بخيبة امل ان الامم المتحدة سمحت لنفسها ان تستخدم بواسطة القوى الاستعمارية الكبرى، فنفذت سياستها واللي ادت للاطاحة بالنظام الوطني وجعلت من لومومبا درس لكل القارة الافريقية. وفي عام 1961 تولى الرئيس كينيدي الحكم، وفي خلال فترة حكمه واللي كانت حوالي سنتين كانت العلاقة بين مصر وامريكا جيدة وكانت مبنية على الاحترام والتقدير المتبادل، وحصل تقارب بين كينيدي وعبد الناصر. وفي عام 1963 لما تولى الرئيس جونسون الحكم ازدادت المشاكل بين مصر وامريكا تعقيدا بسبب مشكلة اليمن والكونغو ومفاوضات القمح وحادث احراق المكتبة الامريكية في القاهرة واسقاط مصر لطائرة مدنية كان يملكها صديق شخصي للرئيس جونسون، لدرجة مهاجمة الرئيس عبد الناصر لامريكا في خطابه وقال فليشرب الامريكان من البحر. حاول وقتها الرئيس جونسون التهدئة مع نظام الرئيس عبد الناصر، فقام بدعوة نائب رئيس الجمهورية وقتها أنور السادات بصفته رئيس مجلس الأمة لزيارة أمريكا، وقام الرئيس جونسون باستقبال النائب أنور السادات في البيت الأبيض، كمان استقبال الرئيس جونسون لبنت الرئيس منى عبد الناصر وزوجها في البيت الأبيض. في 7 يوليو 1966 تزوجت نجلة الرئيس جمال عبد الناصر منى من أشرف مروان، وقرروا السفر لأمريكا لقضاء أجازة بالإضافة لارتباط أشرف مروان بدورة تدريبية في أمريكا متصلة بعمله. في 23 أغسطس عام 1966 كتب الرئيس الأمريكي جونسون خطاب للرئيس جمال عبد الناصر وقال عزيز الرئيس، لقد أسعدني أن أعلم بطريقة خاصة أن ابنتك وزوجها يرتبان لزيارة شهر عسل في بلادنا قريبا، وإني أعمل أن تكون زيارة سعيدة وذكرياتهم لا تنسى، وكما تعلم أن زوجتي وأنا كان لدينا عرائس جدد في عائلتنا، وإني لأدعو الله أن يبارك هؤلاء الأزواج الشبان وأن يتقبل شكرنا لهذه التجربة الإنسانية التي تربط بيننا جميعا. سافر أشرف مروان وزوجته لأمريكا، فدعتهم زوجة الرئيس جونسون مع زوجها للغداء في البيت الأبيض، وطافت معهم لمدة ساعتين في البيت الأبيض تريهم مقر رئيس الولايات المتحدة. وأثناء الجولة وصلت زوجة الرئيس الأمريكي ومنى عبد الناصر لباب المطبخ، وقالت زوجة الرئيس المطبخ ده كان من قبل مكتب خاص في الدور العلوي للرئيس كينيدي، وحولنا المطبخ بجانب جناحنا الخاص علشان زوجي لا يعمل إلا في المكتب البيضاوي. بعدها وصلوا أمام الحمام، وقالت زوجة الرئيس لمنى عبد الناصر كانت دي غرفة توم الرئيس كينيدي لأنه كان بيحب إنه ينام لوحده، وحولناه الحمام إضافي. وصلت زوجة الرئيس ومنى عبد الناصر للمكتب البيضاوي وخرج الرئيس جونسون معاهم، واتجهوا لقاعة الغداء، ولما جلس الجميع للمائدة اتفاجئت بنت الرئيس جمال عبد الناصر بالرئيس جونسون بيقول يا صغيرتي الحلوة قولي لوالدك انني لا احب ان اقتل احد ولا ارغب في تجويع احد.
24 أغسطس 1966 كتب الرئيس جونسون خطابه الثاني للرئيس جمال عبد الناصر وقال: عزيز الرئيس، لقد كان كرما منكم أن ترسلوا لي بصورة لكم مبروزة وموقعة بإمضائكم، وإني لسعيد أن أتمكن من إضافة هذه الصورة إلى صورة قادة عالميين موقعة منهم، وهي مجموعة أعتز بها كثيرا، وإني لأقدر لفتتكم الكريمة. فكتب الرئيس جمال عبد الناصر خطاب للرئيس جونسون وقال: لقد عادت ابنتي منى إلى القاهرة من رحلتها التي زارت فيها الولايات المتحدة، والتي كان من حظها خلالها أن توجهوا لها ولزوجها الدعوة لزيارتكم في البيت الأبيض، حيث قضوا بعض الوقت معكم في الجو العائلي لأسرتكم، ولقد سمعت من ابنتي الكثير عن هذه التجربة، وكان حماسها وما زال شديد لما رأته وسمعته وأحست به خلال الساعات التي قضتها بينكم، وعلى وجه الخصوص فهي تذكر لكم والسيدة ليدي بيرد جونسون ما أحطموها به من الود والحنان. وإذ أكتب إليكم معبرا عن شكري، فإن زوجتي تشاركني في توجيه التحية إلى السيدة قرينتكم، تحية أم إلى أم. وعلى الرغم من محاولة الرئيس جونسون للمهدنة وعرض الرئيس جونسون بتغليب الدبلوماسية الهادية والتوقف عن الهجوم العلني واحتواء الخلاف بهدوء، إلا أن العلاقة المصرية الأمريكية كانت في أدنى مستوياتها، وفشلت محاولات جونسون مع الرئيس جمال عبد الناصر. وبعد نكسة يونيو اتهم الرئيس جمال عبد الناصر الرئيس جونسون بالتواطئ مع دولة الاحتلال، وقام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا، وأمر بترحيل جميع الأمريكان المقيمين في مصر.